أتحدث عن تاريخ ونسب وأصول لمن يجهلنا. سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان بن مضر بن نزار بن معدي بن إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام، هذا نسلنا. قال عبد الله بن أحمد الأسدي: سليم شعب وليس قبيلة، فلتعلم قدرنا. فيهم الأبطال الأنجاد والخيل الجياد قول الحمداني، وازداد علونا. وتجادل النعمان وكسرى في استصغار العرب، وقد حان وقتها دورنا. وأرسل له عمرو بن الشريد وكان سيدنا ليعلمه طلاقتنا في الحديث وشرف نسبنا. قال ابن خلدون: بطن متسع من أوسع بطون مضر، نحن شعب ولسنا قبيلة، نعرف جيدا أصولنا. ومن الصحابي العباس بن مرداس: حرم الخمر في الجاهلية وقبل إسلامنا. ومن الخنساء بكاءة بني سليم: من عاشرنا ارتدى زينا، وأكل طعامنا، واتبع عاداتنا وتقاليدنا. ولدينا دربة أوليد علي، وأخذ منها ما سطر الآن في قانون بلدنا. ومن العواتك جدات الرسول ثلاثا: جهلك ليس عيبنا، ثم يقال بنظرة دونية ويتشدقون بكلمات صبيانية: بدو مصر وسيارات فارهة وأموال لا حصر لها ولا يفقهون قولا. أنا ابن بدو مصر وهم من الحرام للنار حطبا، حتى أن الخيانة تملأ قلوبكم ولا يتقبلكم أحدا، لا يفعلون شيئا سوى النساء والمخدرات، تبا لم نجد منكم جدوى، تسرقون وتنهبون عددا علينا عبثا. لحظة صمت. لسان ديوان العرب الآن يتحدث، ولدينا بدل الرد 1000 بإيجاز عن تاريخ تخطى 1000 عام وأكثر. نحن رجال لدينا في ماضينا ما نفخر به، وحاضرنا أيضا مشرف، في كل منا خطأ لا تتغاضى عنه، لكننا لدينا تاريخ لا يحرف. إن جئت لقواعد الحرب فإفريقيا لنا ليس حديثا وحزب، بل بدماء شهدائنا أخذناها بحق السيف ونشرنا فيها إسلامنا. ابحث عن بني سليم ستعلم أننا ب3000 قاتل فقط أرهبنا قارة كاملة وبسطنا فيها نفوذنا. وفي غزوة حنين قيل ابن العواتك من سليم، وفي سليم شرف كبير قول خير خلق الله رسولنا. أما تاريخنا الحديث فعبد الحكيم عامر هذا مننا، طارق عامر رئيس البنك المركزي من قبيلة التراهنة، ومن صفي الدين الجزوي قائد جيش الثاني الميداني أيضا لنا، المشير أبو غزالة من أعلامنا، طاهر بك المصري وحمد باشا الباسل الرمحي رفقاء درب سعد زغلول وشركاء في ثورتهما، أيضا المصري باشا السعدي الفيدي من ثوارنا، عمار المصري مطيريد الجزوي من ثوارنا، مفجر ثورة العربان ضد الخديوي سعيد وأعدم فيه إخوتي وإخواننا، صالح باشا لملوم الفيدي أحد أعضاء لجنة الدستور 23 كان والده يرسل كل سنة كسوة للكعبة نيابة عن قبائلنا، عنان الجليلي صاحب أكبر سلسلة فنادق عالمية. هذا تاريخنا، اتحاد القبائل العربية في سيناء ودورها في حفظ أمننا. سعيد بيك الحفيان هدده محافظ مطروح ولإرضائه قام بالهلوبة وهي من أعرافنا. سالم الهرش أفشل مخطط انفصال سيناء عن مصر، حتى القردة والخنازير أذقناهم غضبتنا. العمدة خير الله بيك الدجن جدي وفخرنا، القاضي الفقيه القاسي بوبسيسي نال الامتياز من الحكومة المصرية، ثم يأتي من ينكرنا، العمدة خليل بوبسيسي مستقبل الملوك، ومنهم الملك إدريس السنوسي. كل عصر هو عصرنا. العالم أحمد زويل لمن لا يعلم فهو للقبائل العربية ابنها. رضوان عبد العزيز خير الله أرسل الرئيس جمال عبد النصر شكر الرئاسي لحله مشكلة صعيد مصر وإنهاء الثأرة وكثرة القتلى. مؤسسة عبد المنعم راغب الخيرية: نحن رجال نتعامل بأخلاقنا. والنائب الدكتور أحمد خليل خير الله كان على رأس وفد أرسلته الرئاسة لبلجيكا وأوغندا: نحن شرف لقارة وليس بلاد، لدينا أكثر من الأفعال ليس مجرد كلام، نحن نظهر فقط في زمن الرجال ولا نظهر بجانب الرويبضة، وجب عليكم التحدث باعتدال لا الانتقاص من قدرنا. لم يثبت التاريخ بعد أن منا جاسوسا واحدة، نحن رجالا لا نقبل الضيم ونفض صبرنا. يأتي من اسمه ثلاثي ويشوه تاريخنا، عندما انتقصنا كسرة نحن من رددنا عليه ليس غيرنا، شرف لمجرد السلام باليدين. إذا كان أحد من شعبنا تأدب ثم تحدث، تعلم ثم تكلم، تحرى ثم تشدق، يقطع لسان من يتجرأ. ديوان العرب الآن هنا، معنا شعب في ظهرنا، لم يصبنا الوهن، يبقى سليم حامي الحمى. الحدود كانت أرضنا، الحروب ما زالت أوطاننا، لم يخلق بعد من يكسر عيننا. نحن فقط مجتمع مغلق لا نحب الاختلاط، ضربت فأوجعت، وهذا ما عندنا بتاريخ موثق وليس كلام في الهواء. لديك الرد إذ أردت، ولكن اسعد حتى أراك.